هاي بنهاية الحقبة الكلاسيكية وبداية المرحلة العصرية الأوروبية، كان اللون الأخضر مرتبط بالغنى، تجار، مصرفيين والطبقة الرائية. هاللون مرتبط بشكل عام بالطبيعة، الحياة، الشباب، الربيع، الأمل والحسد. بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيرتبط هاللون أوقات بالتسمم وفقدان الصحة. بالصين وآسيا بيرمز اللون لأشياء إيجابية مثل السعادة والخصوبة. عالمياً يعتبر لون آمن، لهيك بيرتبط بالصيدلية ومعدات الإسعافات الأولية. الأخضر هو اللون المعتمد بنظارات الوقاية الليلية لأنه العين البشرية أكثر حساسية تجاه هاللون وبتقدر تميز معظم تفرعاته. تراجعت حالات الانتحار بنسبة 34% لما تم طلاء جسر بلاك فرايرز بلندن باللون الأخضر. مين قال أنه إحدى الدراسات بيّنت أنه القليل من اللون الأخضر ممكن يسبب اللامبالاة والخوف من الرفض، بينما الكثير منه ممكن يسبب الكسل، البطء وتقلب المزاج؟ أنا قال، شوفكم بكرة.